أهلا بكم من جديد أيها الأصدقاء. نحن وأنتم وصباح الشروق. لا شك أن للموسيقى أثرها العظيم في الحياة المجتمعية بصورة عامة وعلى الفرد بصورة خاصة. للموسيقى أثار مختلفة، ونستمر في التعاطي للموسيقى بأشكال مختلفة، ونلتقي في هذا المشوار بأحد الذين يتمنون ويرغبون في إنشاء هذا الضرب على مشاوير مختلفة. لكن قبل ذلك نأخذ مساحة مع فنجان قهوة، وهي مساحة للتعرف على طقوس القهوة والجلوس لكل الذين يفضلون شرب القهوة صباحا أو مساء. مع جيراننا وأحبابنا في لمة بتاعت قهوة. طبعاً نحن هنا في الحارة بنتميز يعني اجتماعياتنا الطيبة الجميلة مع الجارات من كل بقاع الأرض، في الشرق الشمال الجنوب الغرب. عندنا قعدات بتاعت جبنة بنعملها كل أسبوع، متفقين نحن كده كل أسبوع بنجي نجتمع معانا الجارات ومعانا الصحبات والأخوات. لقيت إنه اللمة دي بتاعت الجبنة يعني لمة جميلة رائعة، بنتفاكر فيها في أمورنا في أحوالنا كنحن كجيران في المناسبات، سواء كان فرحة أو كره بنتلمة. يلا كمان يعني عالجت كثير من المشاكل بالنسبة للملمات دي بتاعت الجبنات اللي هي كان فيه. والله بعد طبعا بتحصل الكلاشات والاختلافات بين الناس، لكن لقيت لي اثنين من جاراتنا، واحدة اسمها تهاني، المهم اثنين هم كانوا مختلفين. عملنا القهوة دي وتلمينا واجتمعنا وتفاكرنا، ما حصل إلا إنه شنو لقينا الناس دي اللي تقابلوا في الجبنة وقاموا صالحوا والحمد لله، والأمور مشت على ما يرام. لذلك إنه أنا بناشد إنه الناس الملمات دي بتعالج المشاكل، كثير من المشاكل بتتعالج في الملمات دي، يعني عالجت لنا كثير. حتى إنه مثلا لو كان في ناس عندهم مشاكل أسرية بنحل المشاكل بتاعت الأسر دي بالملمات دي. أهلاً.